عندما يتحمس المتسابق في سيارة لا تقدر الحماس. لا تتحمس زيادة عن اللازم أيها الكلب المشاكس. سألوا السباك لماذا فعلت هذا؟ قال لهم: إزالة الحجرة ليست من مهامي. صباح الخير جيران الأعزاء. هلو. هل أنت حقاً تمتلك رخصة قيادة أيها السائق؟ قام هذا الشاب بتجربة تظهر مدى الأمان في الإمارات، حيث وضع هاتفه وحاسبه المحمول ومفتاح سيارته وقام بتصوير عن بعد لفترات طويلة ولم يقترب منها أحد. انظروا لهذه الصغيرة، من شدة لذة الطعام لم تستطع التوازن. من هو المذنب برأيكم؟ عندما يكون الكلب متحمسا للنزهة أكثر من صاحبه وكأنه لم يخرج من مكانه لأشهر. آمل ألا يستمر الدوار الشديد في رأسك لفترات طويلة بعد كل هذا الدوران أيها الصغير. كان ينبغي عليك التركيز أكثر قبل التوقف. واحد للكلب وصفر لذلك الفتى. لما العجلة؟ حافلة المدرسة لن تهرب. هذا الرجل يقوم بصنع أشكال جميلة جداً بغزل البنات، شاهدوا حتى النهاية. محترف أليس كذلك؟ ألم تجد مكاناً آخر للاستلقاء والنوم إلا هذا المكان الحرج أيها القط الكسول؟ لا 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 لا. يا للكارثة. يا لسوء حظك يا رجل. انظروا لهذا الصراع الحاد، إنها مجرد لعبة فيديو أيها القط. يبدو أنه سيكون عرض زواج خرافي. كلب هادئ وذكي أيضا. يبدو أن النزول غير ملائم لشاحنتك الصغيرة يا رجل. إنها تجربة فريدة بالنسبة لي، فأنا لم أرى قنديلاً بهذا الجمال الساحر من قبل. حقاً سبحان الله. حدث انهيار لهذا المنزل، ومن الصدفة البحتة كانت شاحنة الوقاية المدنية تمر من تلك المنطقة فتوقفت أمام المنزل. عندما يكون السائق مخطئاً وعنيفاً في ذات الوقت ويأتي من يلقنه درساً لن ينساه طيلة حياته. هكذا سيكون جزاء كل شخص لا يطيع الفتيات. أمزح، إنني أمزح. هل تعلمون يا أصدقاء أنه كلما كان التفاعل بالإعجاب والتعليق كبير فإن الفيديو ينتشر أكثر وأكثر، وهذا يحفزنا على الاستمرار في أن نقدم لكم أروع مقاطع الفيديو. لذا هيا شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وعلقوا بتعليق جميل، ولا تنسوا أن تضغطوا الآن على زر الإعجاب. شكرا لكم، إلى اللقاء، نحبكم من كل القلب أيها الأصدقاء.